السلام عليكم. وعليكم السلام. الموتور ديالك ولا نسلفو؟ الموتور ديالي. عندك الوراق؟ يلا عندي الوراق، عندي وراق ديال السبيطار وراقي ديال الموتور. اخويا تعويم الدراهم ما داروش استفتاء ديال الشعب، جاو دغيا طبقوا واحد الحاجه هي ما طبقاتش 100%، غا داروا فهمتي، داروا واحد السيمانه بحال اللي الشاي زعما يجربوا ليسي، داروا السيمانه ليسي شافوا الشعب ما دواش، قالوا حق اجي نطبقوها نهار اثنين، يقدر يطلع يقدر ينزل. بينو وبين بينو وبين احنا مع كنصدروا الصواريخ تبارك الله راه الدراهم غادي يطلع، كنصدروها بطاطا 36% النسبه ديال الصادرات لاوروبا، ولينا اول مصدر للطاطا والفواكه. شنو راه حنا غيوليو تخاطفوا علينا، يجيو يشريو من عندنا ياك حيت الدرهم طايح، ولكن حنا اش غنشريو؟ راه داك الشيء اللي غنجيبوه للمغرب غنجيبوه غالي، يعني التلفازه غتشري 3000 درهم تولي تشريها ب 5000 درهم. بارك الله. وتقدر تكون عندك فلوس ولكن ما ساويه والو. دابا انت عندك شي فلوس؟ والحمد لله عندنا الله، عندنا الرجوله ديالنا خدامين الحمد لله. الله يسهل عليك. ولكن الصراحه كان عليهم ياخذوا الراي ديال الشعب، واش بوغ ولا كونتخ؟ دابا انت بوغ ولا كونتخ؟ واخويا انايا كونتخ.